بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظه سوهاج بصعيد مصر. اعرب سموه فيها عن بالغ تعزيه وخالص مواساته لفخامته وشعب مصر واسر الضحايا. سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزيه مماثله الى اخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهوريه مصر العربيه الشقيقه